ابو علي برضو مهم جدا ان احنا عندنا ثلاثة من الشباب موجودين دلوقتي في التشيك عاملين مستوى رائع جدا. اعتقد ان دي برضو نقلة تانية بتودينا المكان تاني، بتودي النادي الاهلي المكان تاني، ان انت دلوقتي اصبح هناك كشافين من مناطق أوروبية بيروحوا يتفرجوا على هؤلاء اللاعبين في هذه المناطق، وبالتالي تسويق بشكل او باخر، وفي نفس الوقت انا بكسب لعيب، ده اسمه الاستثمار الفني. بص يا كابتن اسلام، انت يعني لو ركزت واستكمالا لكلام حضرتك على ازاي الاهلي بيعمل بطولات وبيعمل فلوس، وازاي الاهلي بيقدر دلوقتي بدل ما تستغني عن اللعيبه وكانوا بيمشوا فري وما بتستفادش منهم، بتطلع اعارات وبتطلع دلوقتي كمان لاوروبا زي اللعيبه اللي طلعت في التشيك وقبلهم كان احمد عبد القادر ورجع تاني الاهلي. لو ركزت حركه الاسلام هتلاقي ان مش بقول كده يعني عن المجلس ده، لا بتكلم على اللي حصل على ارض الواقع. هتلاقي ان الاهلي في خلال فتره بسيطه واخد 2 دوري ابطال افريقيا، يمكن 7 شهور و20 يوم، واخد سوبر افريقي، واخد ثالث عالم. الاربع بطولات دول يمكن مدخلين للاهلي ما يقرب من حوالي 9 مليون دولار. يعني انت بتتكلم في 2.5 مليون بطوله دوري ابطال افريقيا زيهم في البطوله الثانيه، بعد كده ثالث العالم نفس المبلغ، ومليون ونص في السوبر الافريقي. انت بتكسب بطولات وبتسعد فريقك او بتسعد جماهيرك، وفي نفس الوقت بتعمل ارباح هائله، ولسه عندك كاس عالم تاني هتشارك فيه، ولسه عندك سوبر افريقي تاني المفروض هنلعبه قدام الرجاء حسب ما يحدده يوم 24 او 25. فانت عامل طفره وعامل قائمه محترمه وعامل فرقه كويسه بتجيب لك بطولات، وفي نفس الوقت بتدخل لك مداخيل او بتدخل لك فلوس للنادي ولخزنه النادي، فلوس محترمه جدا. النقطه برضو اللي عايز اتكلم فيها ونقطه مهمه ويمكن ناس كتير ما خدتش بالها منها، ان انت دلوقتي عندك استمراريه ان انت ممكن تعمل الانجازات دي تاني. لو نفتكر، والاساتذه طبعا اساتذتنا موجودين وحضرتك تفتكر، في 2012 و2013 لما خدنا دوري ابطال افريقيا، كنت في يمكن 2012 بعديها بركات اعتزل، بقى 2013 ابو تريكه وسيد، وبعد كده بعد السوبر كابتن وائل كباتن، يعني كابتن وائل جمعه اعتزل، وابتدى الفريق النجوم بتاعته تفضى. انت دلوقتي بتاخد 2 افريقيا وسوبر افريقي وبتاخد ثالث العالم، انجاز طبعا كبير، وعندك فرقه صغيره في السن، عندك اعمار سنيه لو بصيت مثلا لاكرم توفيق، لطاهر محمد طاهر، لصلاح محسن، للعيبه كتيره جدا، ديانج، لعيبه كتيره جوه الفرقه معدل الاعمار بتاعها السنيه صغير، وعندك جيل وسط، وعندك جيل الخبره المتمثل في الشناوي ووليد سليمان وايمن اشرف وعلي معلول والسوليه والمجموعه دي. فانت قدامك دلوقتي مستقبل، زي ما بيقولوا مستقبل مشرق كرويا، ان انت محقق 2 افريقيا وعندك جيل محترم جدا محافظ عليه، ما مشيتش منه حد، بل بالعكس ضفت له 5 أو 6 صفقات اقوى من بعض. فاحنا عندنا دلوقتي تارجت، او جمهور الاهلي بيفكر ان هو عنده تارجت محترم، حقق بطولات وعنده قائمه قويه جدا وتم تدعيمها بلعيبه قويه جدا، فبصين للمستقبل ان انت كمان تكسب يعني ماليا بشكل كويس، وفي نفس الوقت تكسب بطولات وتزيد لرصيدك القاري او يعني على مستوى تتويج البطولات القاريه.